احنا محافظين عليه لغايه دلوقتي. مين من كباتن الجيل الحالي عايز تسمع صوته؟ كباتن الحاليه؟ اه كابتن النادي الاهلي حاليا حسام عاشور بقى. طب قول الو. الو الو كابتن محمد. اه مسمار. والله لسه بيقول لي مين كباتن؟ قلت له مفيش، هو حسام عاشور كابتن. كان نسيك بس احنا فكرناه. حبيبي حبيبي. لا انسى ازاي ده؟ حسام كل سنه وانت طيب. وانت طيب. عاشور ده ابو البطولات والله في النادي الاهلي. صحيح. كم بطوله يا حسام؟ 36 بطولات زي صايد ما شاء الله. الدبابات وما شاء الله لاعب 500 مباراه عملنا الموسم اللي فات ده، عملنا له تيشيرت 500 مباراه. ما شاء الله يعني رقم فعلا. هو كابتن اسامه عرابي كان اعتقد كان اسامه عرابي 400 وكام عاشور؟ كان 400 حاجه و70 تقريبا. 400 حاجه و70 هو وهادي. اسامه وهادي عاشور كسر بقى عاشور 500. انت عديت كل دول. كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام. طبعا وانت طيب يا باشمهندس. انا بسلم طبعا على باشمهندس عادلي واستاذ ابراهيم المنيسي طبعا وكابتن محمد يوسف حبيبي وكابتن هاني رمزي طبعا. كلكم قامه وقيمه طبعا كبيره جدا وانا مبسوط ان انا معاكم في الاحتفاليه الكبيره دي. انا زي ما قلت ما ينفعش في الاحتفاليه دي ما ابقاش موجود واقول للنادي الاهلي مبروك طبعا على النادي القرن. نادي القرن ده مش من فراغ زي ما بيقولوا، يعني عايز مجهود وعايز اصرار وعايز عزيمه من كل اولاده من 1907 لغايه 2020. زي ما كابتن هاني لسه كان بيقول في ناس بتحط حجر الاساس وناس بتبني بقى بعد كده. فطبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ومن احسن الانديه اللي الناس تتفرج عليها والناس تشوف الحاجات الكويسه اللي بيعملوها. انا مبسوط ان انا كنت واحد من ابناء النادي الاهلي. انت دايما وابدا واحد من النماذج المشرفه دايما يا يعني كابتن حسام. كتاريخ افريقي بقى بسيط كده انت مساهم بقدر كبير جدا فيه بالذات في القرن ال21. عايز تقول ايه للجمهور؟ تطمنه ازاي على الاهلي وازاي توصي؟ انت مش ما حدش واصي الجمهور، الجمهور يتوصى بينا كلنا، انما تقول له ايه؟ لا اكيد الجمهور ده رقم واحد زي ما بيقول وهو اللي بيدينا الدفعه وهو بيدينا الدفعه للامام على طول. حته اللي انا اعمل كل ده عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي او احنا يعني نجوم النادي الاهلي او رموز النادي الاهلي لما بتعمل حاجه بتعملها النادي الاهلي اولا والجمهور ثانيا. فطبعا بقول لهم اقفوا ورا ناديكم النادي الاهلي على طول يبقى رقم واحد. انتوا بتشجعوا اعظم نادي في الكون. النادي الاهلي مش مصريا بس، عالميا وافريقيا وعربيا الناس كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي. وانا من واحد من كباتن النادي الاهلي طبعا انا كنت فخور ان انا عم مشارك في الانجاز ده اللي الاهلي عمله. وان شاء الله النادي الاهلي ما بيقفش عند بطوله ولا عند اي حاجه يقف عندها. اذا كان نادي القرن عايزين نبقى اكثر نادي في العالم واخد بطولات واكثر نادي في الكون واخد بطولات. ده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا بنوصله للاجيال اللي بعد كده. انا كواحد من كباتن النادي بقول على طول للناس الصغيره او الناس اللي بتيجي من بره قد ايه النادي الاهلي ده عظيم وقد ايه النادي الاهلي ده مفيش زيه. انت بتقول له انت في نادي لازم تكسب لازم تحط كل اللي جواك عشان خاطر النادي الاهلي يبقى رقم واحد. فده اللي احنا بنربيه للاجيال اللي بعد كده واللي احنا بنحطه وبنزرعه في الناشئين طبعا والناس اللي جايه من بره. اي حد جاي من النادي لازم يفهم انت جاي نادي كبير، جاي نادي عريق، جاي نادي بطولات، مش نادي بيفرح مثلا بمركز الثاني ولا الثالث، لا انت على طول بتبقى رقم واحد. وده اللي احنا بنزرعه فيه والحمد لله لحد ما يعني قدرنا اللي احنا نعمل الموضوع ده الحمد لله. دايما موفق يا كابتن حسام وكل سنه وانت طيب وكل سنه وانت فرحان وفخور بالاهلي على طول ان شاء الله. ونتوج وانت معانا باذن الله ببطوله افريقيا السنه. شكرا جزيلا لكابتن حسام عاشور. عايز اكد بس على كلام حسام لان حسام بيقول نرجع تاني نبقى اكثر نادي فوزا بالبطولات القاريه، لان احنا كسبنا قبل كده في 2014